طيب تمام، انت حليت الاختبار ده تمام الحمد لله، مفيش فيه ولا غلطه. طيب نشوف بقى الجزء الثاني في الدرس كان بيقول لي ايه. درس لاحظ الضرب الديكارتي. بص يا سيدي، عند اخر حاجه كنا واقفين عندها اللي هي تجيب بس التمارين. احنا خدنا بتاعت ال خدنا اكمل والكلام ده كله. في حته بس عايز اقولها لك، اللي هي مثلا لو اداني مجموعتين س وص، قال لي س تساوي 3 و4 و5، وسط تساوي مثلا 2 و4 و7. وجي قال لي بقى اوجد ايه؟ بص بقى اوجد، يقول لك اول حاجه س تقاطع ص ضرب ص، وممكن يقول لك ايه؟ اوجد س فرق ص ضرب كارتيزي لايه مثلا؟ لصاد فرق س. انا يهمني بس نعرف تكمله الازواج المرتبه سهله، انا يهمني نعرف بس ايه سن فرق صاد وصاد فرق س والكلام ده تمام. ولو قال لي مثلا س اتحاد صاد ضرب س تقاطع صاد، الاول التقاطع هو العناصر المشتركه. العناصر المشتركه ازاي؟ يعني ايه المشترك بين س وصاد؟ هو الاربعه بس، هو الأربعة بس عايزين نضربها في صاد. صاد هي اللي كام؟ 2 و4 و7. وممكن يديني مجموعة تانية اسمها عين ويقول لي اضربها في العين، مش فارقة، المهم ان انا يهمني حتة التقاطع الفرق الاتحاد. طب الأربعة تضرب في دول ازاي؟ هتبقى طبعا 4 و2، 4 و4، 4 و7. تمام. طب تعالى بقى س فرق صاد. س فرق صاد يعني ايه؟ يعني اللي عند س ومش عند ص. بص كده خدهم واحد واحد، الثلاثة عند س ومش عند ص ناخدها. طيب الأربعة عند س وص مش هناخدها، يعني الفرق عكس التقاطع. الخمسة عند س ومش عند ص ناخدها، ده كده س فرق ص. طب ص فرق س، يعني اللي عند ص ومش عند س العكس، نبدأ من ص. الاثنين عند ص ومش عند س ناخدها، الأربعة عند ص وس مش هناخدها، السبعة عند ص ومش عند س. يبقى في فرق يا عمر بين س فرق ص وص فرق س. س فرق ص يعني اللي عند س مش عند ص، ص فرق س يعني اللي عند ص ومش عند س. وابتدي اضرب دول بقى 3 و2 3 و5 3 و7، ترجع ال5 مع 2 وال5 مع 7. تمام؟ تعرف فيهاش حاجة دي. طب تعالى بعد كده بقى، لو قال لك ايه؟ لو قال لك س اتحاد ص، س اتحاد ص يعني لم الس والصاد مع بعض بس ما تاخدش ايه بقى؟ المتكرر. يعني اكتب بتوع الس الاول 3 و4 و5، واكتب جنبهم بتاعت الصاد، تكتب الاثنين. الاربعه مش هكتبها تاني، اكتب السبعه، ادي س اتحاد ص مضروبه في س تقاطع ص. طب ما س تقاطع ص قلنا المتكرر بس اللي هو الاربعه. طبعا خد بالك كل واحد من دول هيتاخد مع الاربعه، يعني الثلاثه مع الاربعه، الاربعه مع الاربعه، الخمسه مع الاربعه، وهكذا. يبقى ثلاثه واربعه، اربعه واربعه، خمسه واربعه، اثنين واربعه، سبعه واربعه. تمام؟ فيها مشكله عمر المساله دي ولا صعبه؟ ما فيش مشكلة. ولا سهله؟ تمام. هو كده دخلني في ايه؟ موضوع س تقاطع ص وص خلاص. الحاجة التانية بقى اللي عايزين نعرفها اللي هو الجزء التاني من الدرس برضه، اللي هو ايه؟ بيقول لك ان احنا عندنا الشبكة التربيعية المتعامدة هي عاملة كده. لو تفتكر كان ده محور السينات، من هنا سين ومن هنا سين شرط، كان هنا ساد. وده محور الصادات، من فوق هنا صاد ومن تحت هنا صاد شرط. وكنا عارفين طبعا ان هنا ما لا نهايه وهنا سالب ما لا نهايه، وهنا فوق موجب ما لا نهايه وتحت هنا سالب ما لا نهايه.
تمام كده؟ سالب ما لا نهايه. يعني عارفين الكلام ده من تاني قاعده. طب خد بالك بقى، بيقول لك ايه بقى؟ معنى كده ان هنا عندي الاعداد الموجبه 1 2 3، وانت ماشي كده، وانت ماشي كده سالب سالب 1. معلش اكمل واخد على كتاب الانجليزي، فيعني مش مشكله. سالب 4 هنا 1 2 3 4 5 وهكذا. هنا مثلا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 وهكذا. هتلاحظ حاجه دلوقتي، اول حاجه لو عندك نقطه تقع على محور السينات، نقطه زي مثلا زي النقطه دي، النقطه دي تقع على محور السينات ولتكن اسمها الف. اي نقطه في الدنيا بيبقى لها احداثي سيني واحداثي صافي. طيب هي دلوقتي بتقع على محور السينات، نقوم حاطين مكان السين 3 ونحط مكان الصاد ايه؟ طالما هي بتقع على محور السينات. طب افرض جبت لك نفس النقطه 3 بس على محور الصادات وليكن اسمها ب، احداثياتها هتبقى ايه؟ سين وصاد. طب هي دلوقتي واقعه على 3 دي بس على الصادات، يبقى نحط مكان الصاد 3 مكان السين ايه؟ صفر. يبقى النقطه، يبقى نفهم من كده ايه بقى؟ ان لو قال لي النقطه تنتمي الى محور السينات، ساعات محور السينات بيكتبوه كده، بص سين سين شرط، ساعات بيكتبوه كده. في الحاله دي معنى كده ان النقطه هيبقى طالما تنتمي لمحور السينات يبقى الصاد بتاعتها هتبقى بصفر، والعكس لو النقطه تنتمي لمحور الصادات يبقى السين بتاعتها بصفر. معايا يا عمر ولا مش معايا؟ الو ايوه يا عمر، معاك. معايا ولا مش معايا؟ ايوه، يبقى النقطة لو تنتمي لمحور السينات يبقى الإحداث الصادي أو تاني واحد ده بصفر. لو تنتمي لمحور الصادات الإحداث السيني يبقى بصفر. فساعات هو يجيب لي مسألة كده ويقول لي إيه؟ إذا كانت، يجيب لي سؤال كده يقول لي إذا كانت النقطة 3 مثلا وب ناقص 7 تنتمي أو تقع لمحور السينات فإن ب تساوي نقطة. طب احنا عارفين دلوقتي ان النقطة طالما تنتمي لمحور السينات يعني الإحداث الصادي بتاعها بصفر. فين الإحداث الصادي؟ ده السيني وده الصاد. يعني أفهم من كده إن الصاد بصفر والصاد جاي مكانها إيه؟ ب ناقص 7، يعني ب ناقص 7 تساوي صفر. وحل المعادلة دي ودي السبعة الناحية دي، يبقى ب تساوي إيه؟ 7. ما هو المفروض ده يكون مكانه صفر، طالما انت بتقولي تنتمي لمحور السينات يبقى ده يكون مكانه صفر. يبقى اكيد حتى البي دي كان مكانها 7، عشان تبقى 7 على 7 صفر. انت معايا ولا مش معايا يا عمر؟ معاك. طيب الحاجة التانية بقى بيقول لك ده بيسمى، ده بيسمى او الربع ده بيسموه الربع الاول. الربع الاول. طب ده بيسموه الربع الثاني. ده الربع الثالث. ماشي ورا بعضها كده. ده الربع الرابع. فبيقوم سألني في نقطة مثلا ولتكن زي مثلا ايه؟ الاثنين اهي لو طلعت منها قصاد الأربعة، سمينا النقطة دي ج. فبتبقى النقطة دي 2 و4. يقول لي النقطة دي وقع فين؟ بقول له في الربع الأول. طب لو خدنا نقطة مثلا نفسها بس سالب 2، سالب 2 واطلع منها قصاد الأربعة، ولتكن اسمها ده. بيسألني في الأسئلة دي مع إن الحتة دي من تانية إعدادي، بس بيسألني كده. تقع في الربع الثاني. طيب لو خدناها هنا بص مثلا في الثالث، الثالث هتلاقي ايه النقطة اسمها مثلا سالب 2، اسمها ايه مثلا؟ هتلاقي سالب 2 وسالب 4. طيب هنا لو خدناها في الرابع هتلاقي 2 وليكن اسمها واو 2 سالب 4. فلذلك في ناس قال لك ايه بقى؟ النقطة لما تقع في الربع الأول تلاقي الإحداث السيني والصادي هما الاثنين موجبين. لو أنت ملاحظ بص ده موجب وده موجب. لما تقع في الربع الثاني بص، او بمعنى صح الربع الاول قصاده الثالث هنا، بص قصاده الثالث هنا، يقول لك في الربع الاول الاثنين موجبين، في الربع الثالث الاثنين سالبين. لو انت ملاحظ بص، في الربع الاول الاثنين موجبين السين والصاد، في الربع الثالث اللي هو جاي كروس مع ده الاثنين سالبين. تعالى بقى بص علمك حركه حلوه، الربع الثاني اطلع فوق ده، بص مش هو الربع الثاني، اطلع فوق ده واعكس الثاني، يعني هنا يبقى سالب
وهنا ده الاحداث الثاني يبقى موجب. تاني بص بقى عشان تعرف بطريقه سهله. يبقى الاثنين دول موجبين في الرابع، في الثالث الاثنين سالبين، عشان ما تقعدش ترسم البتاعه دي كل شويه. تمام؟ طيب. تمام تطلع فوق دي الربع الثاني، ثاني واحد هو اللي موجب. الربع الثاني، ثاني واحد هو اللي موجب. الربع الرابع بيبدل مع ده، يعني هتلاقي ايه؟ مش ده سالب موجب، هتلاقي ده معكوس موجب سالب. فعلا اهو، بص لاحظ ده موجب وده سالب. معايا يا عمر؟ ففي ناس بيعرفها على كده بحيث ما يقعدش كل شويه يرسم الشبكه. يعني هو عامل كده، بص. الاول موجب موجب. الثالث سالب سالب. طب هنا الربع الثاني، الثاني الاسم الثاني، الثاني هو اللي موجب والاول سالب. تيجي الرابع بقى عكس ده، يبقى ده موجب وده سالب. معايا؟ طب الحركه دي بتنفع في ايه؟ يقوم جايب لي نقطه مثلا سالب 2 و3 ويقول لي تقع في الربع موجب. احنا قلنا الربع الثاني، الثاني هو اللي موجب والاولاني سالب، يبقى دي تقع في الربع الثاني. معلش معايا؟ معاك عشان هو يسالني في الاسئله دي. الحاجه اللي بعد كده بيقول لك لو انت عندك فترتين عملوا يعني ايه اتضربوا في بعض. فترتين اتضربوا في بعض ازاي؟ يعني فتره مثلا سين فترة اسمها سين، بس هي ما بتجيش كتير في الامتحان، بس اعرفها. فترة اسمها سين مثلا 3 و4، وفترة تانية اسمها صاد مثلا سالب 2 و5، ماشي؟ وعايزين نضربهم في بعض، نضرب سين في صاد. سهلة دي، بتتمثل ما بتتحلش بقى على الايه، على المحاور الاحداثية. بص الفترة الأولى دي 3 و4 اهي، سين 3 و4، ادي الثلاثة هنا مثلا وادي الأربعة هنا. بنقوم عاملين زي ايه؟ بص زي منها فترة بنعمل زي مستطيل كده. طب الفترة الثانية اسمها سالب 2 و5. سالب 2 و5 على الصاد. ادي سالب 2 على الصاد و5 على الصاد. وبقوم عاملين زي مستطيل كده برضو تاني. بص دي يعني عمرها ما جت في الامتحان قبل كده، بس اعرف هم عملوا فين المنطقه دي، صح؟ تقاطعوا فيها اه نقطه اللحظه. يقوم يقول لك المنطقه دي هي س ضرب ص، بس معايا؟ فيجي ساعات يقول لك طب نعم النقطه، يسالك بقى شويه اسئله، يقول لك النقطه مثلا مين اللي بتنتمي، يجيب لك شويه اختيارات، يجيب لك نقطه كذا نقطه تحت كده، ويقول لك مين اللي بتنتمي لس في ص. انا هلاقي نقط كتير بقى بالهبل هنا، يعني ممكن الاقي مثلا نقطه مثلا هنا ايه، قول هنا 3 ونص مثلا مع هنا مثلا 1، يعني النقطه 3 ونص و1 بتنتمي للفرق. معايا يا عمر؟ يعني ممكن يسالك في حاجه، ايوه ممكن، بس هي ما جاتش قبل كده اسئله. ماشي؟ ده لو فترتين بتضربوا في بعض، مش مجموعتين، لا دول فترات مش مجموعتين. لو جينا بصينا بقى على الأسئلة كده، نرجع للأسئلة بتاعت الدرس بتاعنا. يعني في حتى ناس ما بيشرحش الجزء بتاع الفترات ده لأنه ما بيجيش في الامتحان، بس برضه ده احنا نعرفه إذ ربما يجي. احنا كنا وصلنا في الأسئلة لحد إيه؟ لحد ثانية واحدة. ناخد بقى ثانيا، بص اللي هو ثانيا حاصل مسائل على حاصل الضرب الديكارتي، شايفه؟ عندك اللي هو صفحة كام؟ ثانيا طبعا اللي هي التقاطع والاتحاد، واحنا قلناه. ثانيا اللي هي التقاطع والاتحاد قلناه. طب تعالى على ثالثا دي، طبعا هو مش هيجي يقول لك على الشبكة البيانية مثل مثل الكلام ده هو بس بيمهلك للدرس يعني. تعالى كده على ثالثا اللي هو صفحة كام؟ ثالثا بقى الصفحة أنت مش مبينها قوي في التصوير. نقطتين ها كم؟ 32. تعالى على سؤال 16 كده، قال لك اختر الاجابه الصحيحه من بين القوسين، اي من النقط التاليه تقع في الربع الثاني؟ مين اللي وقع في الربع الثاني بقى؟ احنا قلنا من اسمه الربع الثاني، الثاني هو اللي موجب.
تاني أحداثه بس بكام؟ جيم بكام؟ جيم جيم ها؟ ودال ها؟ اللي وقع في الربع الثاني. آه بيقول لك مين من النقط دي اللي بتقع في الربع الثاني؟ 3 و2 ولا 3 و4 و5 ولا مين فيهم؟ سالب 4 و5. برافو عليك. طب اللي بعديها، إذا كانت النقطة أ ناقص ب و5 تقع على محور الصدارة. خد بالك. بنربي نقطة كده اسمها إيه؟ نقطة اسمها أ ناقص ب و5 وبيقول لي تقع على إيه؟ على الصادات. طب تقع على الصادات النقطة بتبقى س وص. تقع على الصادات يعني أنت عايز تقول لي إن إحداث الس بصفر. س تساوي صفر. طالما س تساوي صفر يعني أ ناقص ب تساوي صفر. صح ولا لأ؟ صح. ودي البين الناحية التانية بعكس الإشارة يبقى أ تساوي ب. مع عمر مش معايا. باك بس. طيب. فهو بيقول لك بقى ايه الاختيارات، جايب لك فيها ا زائد ب تساوي صفر، اول واحد صح هو ا تساوي ب. طب تعرف تقول لي اللي بعدها، شو اللي بعدها جايه في كام محافظه؟ اذا كانت النقطه 5 وب ناقص 7 دي بقى يقول لك تقع على محور السينات، ها تبقى ال ب كانت بكام؟ على محور السينات. اه محور السينات، تقوم انت قايل الصاد هي اللي تساوي صفر، فبيقول لك تقع على محور السينات. بص يا عمر، مش دي س ودي صاد، هو قال لي تقع على السينات، على السينات تقوم انت حاطط الصاد هي اللي بصفر، العكس يعني، يقول لك محور السينات تقوله صاد بصفر، محور الصادات تقوله س بصفر، العكس يعني، معناها ب ناقص 7 يساوي صفر. صح ولا لا؟ صح. ودي ال7 الناحيه الثانيه يبقى ب ب7. سبعة. انت فاهمها ولا مش فاهمها بجد؟ لا فاهم فاهم. من الاخر يعني النقطه السؤال يقع على السينات وقع على الصادات، انت بتاخد اللي هو اللي فيه مجاهيل ده وتساوي بصفر من الاخر يعني، مش معنى لانه لما يجي يقول لك تقع على السينات هيقوم جايب لك الصادات هي اللي فيها ب او فيها مجهول يعني، لما يجي يقول لك تقع على الصادات هيجيب لك السينات هي اللي فيها يعني، مش معنى تاخد الخمسه تساوي بصفر يعني، خلينا سرعه يعني، هو عايز يقول لك ان خد المجاهيل تساوي بصفر من الاخر، خد الجزء المجهول تساوي بصفر. انت معايا يا شعاع؟ معك. طيب عشان السؤال ده لازم يجي في الامتحان. طب اذا كانت النقطه س و7 تقع على السينات على الصادات، فإن 5 س زائد 1 تساوي إيه؟ ركز كده في السؤال ده. 5 س يعني 5 في 0 الله ينور عليك، زائد 1. 5 في 0 بصفر أصلاً. بواحد. بس تبقى 1 الإجابة، تمام، الله ينور عليك. طيب خش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اللي هو بيقول لك إيه؟ إذا كان 3 و5 تنتمي ل 3 و6 ضرب س في 8. شوية السؤال اللي بعده ولا؟ طب انا غلطان؟ لا ده سؤال قديم. لا مش اه امال انت بعت لي اخر حاجه السؤال ده؟ اخر حاجه في التمرين كانت السؤال ده اللي احنا حليناه؟ لا ابعت لهم بعد كله خلاص. في صفحه بعده ابعتها لي كده، وفي صفحه بعده ابعتها لي معلش. تمام. لو صفحه او صفحتين ابعتهم يعني، بعد الصفحه اللي بعده، عشان نبقى خلصنا من الدرس ده نهائيا بقى. المره الجايه بقى عايزك قبل الحصه عمر صور لي برضو درس الهندسه اللي عليه الدور، لان زي ما قلت لك كان عندي الكتاب بالانجليزي مش بالعربي، فانت صوروا لي بس صوروا صوره بقى أنا مظبوطه صورتها. بالكام سكانر وبتاع يعني ما تبقاش الصبح ما مميله أنا بس يعني، حاول يعني تمام. صور صوره حلوه كده ونزلوها حالا او صوروا حتى بعد الحصه بحيث يبقى جاهز للمره الجايه ان شاء الله معايا، تمام. عشان ما نضيعش في وقت في التصوير وفي الحصة. طيب انت بعت لي صور دلوقتي اللي باقيه؟ بعتين. طيب وما تصور الدرس زي ما قلت لك، ما تصورش الشرح، صور لي على طول صور التمارين. التمرين على طول، التمرين على طول تمام. هي بتتباع دلوقتي الصورة ده كده لحد اخر التمرين، صورت لحد اخر التمرين ايوه تمام، لحد بتاعت متفوق. هيبقى وظيفتك انت بقى تحل لي الحاجات دي تاني كلها، الاسئله دي كلها تاني في الواجب، لو لقيتها كتير عليك حل مساله وسيب مساله، بس الاختياري ده طبعا مش محتاج مساله وتسيب مساله يعني، حتى لو احنا في حاجه حليناها هنا يا ريت تحلها تاني في الواجب. ما يا عمر كتاكيد تمام. يعني، حتى اللي حليناه ده في الحصه تحله تاني. اه اذا كانت النقطه بقى بص، كاف تربيع ناقص 4 وكاف تقع على الجزء السالب من الصادات، ركز بقى معايا كده، جايب لك نقطه اسمها كاف تربيع ناقص 4
وكاف، وبيقول لي تقع على الجزء السالب من، انا يميني تقع على مين؟ على الصادات، صح كده؟ طالما تقع على الصادات يبقى مين اللي هيساوي صفر؟ ها؟ سين س تساوي صفر، وس مكانها كام؟ نعم ها؟ س مكانها كام هنا؟ لم أس اثنين اه ما ده س وده ص، مكانها كاف تربيع ناقص 4، لا ما الفصل اهي، مش الفصل دي بتاعت كاف الجزء. مش لام تمام نعم؟ ها؟ أنا افتكرتها لام مش كاف مش فارقه، بس انا بتكلم ان هي كاف تربيع ناقص 4 تساوي صفر. طب حل بقى يا بطل، خد الاربعه الناحيه دي، يبقى كاف تربيع بتساوي 4، خد الجذر التربيعي. اه الجذر التربيعي يدي لك موجب او سالب 2. يعني انا افهم من كده بقى، نرجع نكتب النقطه بتاعتنا كده. النقطه بتاعتنا خد بالك، لو انت عوضت بالاثنين ايه اللي هيطلع؟ هتبقى 2 تربيع ب 4 ناقص 4، كده كده طبيعي ده هيبقى صفر. احنا قلنا السينات هتبقى بصفر في الحالتين، صح ولا لا؟ ما هو كده كده السينات هتبقى بصفر تمام. اه الكاف هتختلف، الكاف ممكن تكون موجب 2 وممكن تكون سالب 2، صح ولا لا؟ صح طب هو بيقول النقطة تقع على الجزء السالب من الصادات، يبقى مين اللي صح، دي ولا دي؟ الجزء السالب من الصادات اه يعني عايز يقول لك من الاخر الصاد الصاد سالبه، يعني من الاخر عايز يقول لك الصاد سالبه، فاهم؟ تاني واحد تاني واحد بديل صح، فهمت؟ شفت اللفه في السؤال، سؤال جميل جدا، شفت اللفه في السؤال عامل ازاي يا عمر؟ بيقول لك فان كاف، كاف بقى نعتبرها بمين؟ نعتبر بقى الكاف، نعتمد الكاف اللي هي سالب 2 مش الكاف اللي هي ب 2، يبقى اختار الاختيار، يعني مش هاخد اول اختيار، خد بالك مش هاخد موجب او سالب 2، هاخد اختيار رقم ج اللي هو فيه سالب 2، لانه بيقول لي الكاف بكام بقى في الحاله دي؟ اقول له سالب 2، ما ناخدش الاختيار بتاع موجب او سالب يا عمر، انت معلش معايا؟ تمام. طيب تعالى على اللي بعديها، تعالى على اللي بعديها، بيقول لك ايه؟ انت بقى تبقى تحل المسائل دي تاني زي ما اتفقنا. ماشي. تمام. تعالى على اللي بعديها نشوف اللي احنا حليناه واللي ما حليناهوش تحله تاني يا عمر بعد اذنك. عشان انت تمام. اعدادية لازم تكون ملم باكبر قدر من المسائل. مديني مثلث ويقول لي عين على الشبكه المثلث ده، عادي دي ممكن تيجي برضه وسهله مش حاجه. بس دي كانت يعني سؤال تاني اعدادي شويه. بس احنا نعرفه برضه. الف بسالب 2 وصفر، لذلك ما تلاقيش حد جاي مش جايبين جنبه يعني امتحانات محافظات ولا حاجه. الف سالب 2 وصفر، سالب 2 على السينات اهي، وصفر يعني لا طلعنا ولا نزلنا. ادي الالف. ب بسالب 2 و3، يعني سالب 2 على السينات وتطلع منها الحاد قصاد 3 على الصادات. طب ج ب 2 و3، 2 على السينات، انت معايا يا عمر؟ عارف بحدد الاحداثيات دي ازاي؟ بحد اه الاحتياط. ايوه اللي هي السؤال اللي هو رقم 17، انت عارف انا ايوه بحدد، لا عارف. عارف بحدد الاحداثيات دي ازاي ولا ما تعرفش؟ يعني دي لا عارف. 2 و3، بتاخد 2 على السينات وتطلع منها قصاد 3 على الصادات وتحط نقطه. وصل بقى سيدي المثلث. طيب هو عايز مساحه المثلث، انا رسمت المثلث، عايز مساحه المثلث. طب المثلث اصلا عامل كده، مش مساحه المثلث نص القاعده في الارتفاع؟ صح، نص القاعده في الارتفاع. طيب فين القاعده؟ القاعده اللي هي دي، تفتكر دي طولها كام؟ علمك حركه حلوه قوي. بص لو انت عايز تجيب طول حاجه افقيه كده، اعمل اليمين ناقص الشمال. يعني القاعده دي لو انت شايفها قصاد هنا كام؟ مش من سالب 2 ل 2؟ اعمل اليمين ناقص الشمال، يعني اعمل 2 ناقص سالب 2. هتدي لك 4. صح؟ طيب تعالى عايز تجيب طول ده اللي واقف كده ده. اعمل اللي فوق ناقص اللي تحت، طب هو من فوق قصاد كام؟ من فوق هنا قصاد 3، ومن تحت هنا قصاد كام؟ قصاد 0. خده كأنه على المسطرة دي يعني. بص يعني كأنه هو موازي للصادات، خده على المسطرة دي من 3 ل 0. طب اعمل اللي فوق ناقص اللي تحت، يعني 3 ناقص 0 يديك كام؟ 3، ثلاثة. يبقى ده طوله 3. فاهم الحتة دي يا عمر ولا مش فاهم؟ بجد؟ ما تكسفش عادي مفيش مشكلة، أنا عايز أجيب طول ده. وفي ناس تانية بيجيبها بطريقة تانية، يقول لك أنت عايز تجيب طول ده؟ طب خليك من الصفر. في هنا وحدتين من ناحية الصفر من على اليمين.
وسيبك بقى من السالب، ووحدتين من الشمال، وحدتين وحدتين يبقى 4 وحدات، يبقى ده طول 4. طب تعالى ده كده، ده واخد من الصفر لحد الثلاثة، يعني طوله 3 شرطات او 3 وحدات، صح ولا لا؟ صح. بس يبقى ده طوله 4 وده طوله 3، يبقى دي القاعدة ودي الارتفاع، بس هو المثلث مقلوب. يبقى نص في 4 في 3 تطلع الإجابة 6. يقول لك وحدة مربعة. وحدة مربعة يعني إيه؟ أصل أنا ما أعرفش هل المثلث ده مرسوم على مساحة قد مصر. لو مرسوم على مساحة قد مصر يبقى 6 كيلو متر مربع، لو مرسوم على سطح كراسة يبقى 6 سنتيمتر مربع، وهكذا. تمام يا عمر؟ مش معايا؟ معاك. طيب تعالى على السؤال اللي بعده. الفترات اهي بقى سين سين اللي احنا لسه عاملينها، اللي هي مستطيل كده ومستطيل كده، ما فيهاش حاجه دي، صح ولا لا؟ صح. وبيقول لك شوف النقطه اللي تقع فيها وكده، زي ما اتفقنا بقى. يعني انت عملت الايه مثلا؟ هوريها لك انا دي، هوريها لك انا دي اهو. يعني بيقول لك السين بسالب 2 و3 فتره كده. طب انت هتقوم راسمها بقى كده، سالب 2 و3، بس المره دي بقى انت هتخلي السين والصاد هما الاثنين حاجه واحده، ما عندكش الا مجموعه واحده بس. فسالب 2 و3 هتاخدها هنا، وترجع تاخد سالب 2 و3 هنا. اعمل بقى سيدي مستطيل كده يمر بالنقطتين دول، وارجع اعمل مستطيل يمر بالنقطتين التانيين، مستطيل متعامد قطع معاك زي علامه زائد بس على كبير كده. فين التقاطع بقى اللي الحته دي؟ دي منطقة الحل أو منطقة الطرح. بيسألك بقى يقول لك إيه؟ إيه النقط اللي تقع تنتمي للحاصل الطرح؟ أول نقطة 1 و2. 1 على السنان و2 على الصدر، أكيد طبعًا هتقع. هتنتمي. فاهمني يا عمر؟ ايوه تاني نقطة 3 وسالب 1، أدي 3 وسالب 1 هنا كده. هتنتمي، لأنها تبقى هنا. وقع على الحرف بس. يعني شوف اللي وقع في المنطقه المظلله، لكن جه قال لك مثلا النقطه 4 و2، 4 و2 مثلا. يعني 4 و2 دي يعني المفروض كده ادي 4 هنا و2 يعني نطلع لحد هنا. لا مش وقع في حصل الضرر. انت معايا ولا مش تمام. معايا؟ معاك. بس. اللي بعديها نفس القصه، مديك فترتين ويقول لك اضربهم وتعمل دي على السين ودي على الصاد. احنا قلنا في أسئلة تانية كده ولا مفيش؟ لا ما فيش خلاص. مفيش تاني بقى كده صح؟ احنا صورنا كده. في بقى اللي هو تنتمي لسين سين شرطة، كل الباقي ده انت ممكن تبقى تحله بقى، لأنه نفس القصة مفيش فيه فكرة جديدة. تقع في الربع الثاني، تقع في الربع الثاني. طب ناخد مسألة بس زي بتاعت إذا كان ب أصغر من 3. بص كده، في مسألة في الصفحة الأخيرة يقول لك الب أصغر سمعنا؟ ده سؤال جميل. يقول لك الب اصغر من 3، والنقطه 5 وب ناقص 3 يقول لك تقع في الربع الثاني. بص مش هو بيقول لي الب اصغر من 3؟ افرض الب باي رقم اصغر من 3، قول الب مثلا ب 2، مش هو اللي قال؟ طب وعوض كده، يبقى النقطه بقت 5 و2 ناقص 3 يعني 5 وسالب 1. 5 وسالب 1 دي هتبقى واقعة في الربع الكام؟ 5 في سالب 1 دي في الربع ال لو انت مش عارف او على جنب كده اعمل الحركه اللي قلت لك عليها. الثالث. لا لا خد بالك، ده موجب موجب، ده سالب سالب، هما الاثنين سالب هنا. تعال في ده، بص اطلع فوق ده، خلي هو الربع الثاني، خلي الثاني هو اللي موجب والاول سالب. في الربع اكس. يبقى هي واقعة في الربع الكام؟ ثالث. ما هي موجب اهي وهنا سالب، اللي تحت الموجب موجب، مش هو التالت؟ لا ده الثالث انا بتكلم، ده موجب سالب موجود فين؟ ما هو ده الثالث اهو، ده الاول تمام. ده الثاني ده الثالث ده الرابع كده. هي موجوده في الربع الكام؟ الرابع. يا اما انت تحددها بقى، ارسم الشبكه وحددها، قول الخمسه اهي والسالب 1 على الصادات هنا كده. لو نسيت يعني يبقى النقطه موجوده هنا في الرابع اهي بقى. انت معايا؟ بس انا يهمني هم ماشيين ازاي. بص اول تاني تالت رابع ورا بعض كده. انت معايا عمر مش معايا؟ معاك. بجد مفهوم الكلام ده ولا صعب؟ لا لا مفهوم. ماشي
انا طبعا بشرح لك الافكار بس انت اللي هتحل الباقي. تمام. يعني انا بنشرح الافكار مع عمورة، لكن انت ايوه بتحل، انت زي ما انت زي ما عملنا المره اللي فاتت، نشرح الافكار الرئيسيه، انت بقى بتحل في الواجب اللي واقف معاك، هنقوله تاني المره الجايه او الجبر بقى اللي بعدها، يعني نشوف كده المره الجايه. بس ان شاء الله لو مش واقف معاك في حاجه هناخد هندسه بقى المره الجايه على طول. تمام معايا يا عمور ولا مش معايا؟ معك. يا صديقي فاهمني ولا صعبه؟ ايوه طيب كده احنا يعتبر خلصنا الدرس كامل ان شاء الله. يعني كنا خدنا الجزء الاولاني المره اللي فاتت، ودي هو المفروض هو 3 اجزاء. الجزء الاولاني اللي هو بتاع زوج مرتب يساوي زوج مرتب، الجزء الثاني اللي هو بتاع انك تضرب المجموعات في بعض، 4 اجزاء كمان، الجزء الثالث اللي هو موضوع الشبكه التربيعيه المتعامده، الجزء الرابع اللي هو جزء الفترات لما يتضربوا في بعض. احنا خدنا نعتبر جزئين المره اللي فاتت وجزئين المره دي وخلص. معلش معايا معاك. هكتب لك بقى الواجب بقيه التمرين، الواجب من بعد بقى ما تحلش بقى القديم، شوف انت كنت واقف عند اخر حاجه تمام. فين وحل بقى بقيه كمل التمرين. على. معايا يا عمور ولا في حاجه مش مفهومه قبل ما اقفل معاك؟ لا لا كله بجد يا مفهوم. عمر انا انت ما شاء الله ممتاز يعني بصراحه. تمام طيب، يعني لا خد بالك كله الدرس ده مفهوم. بصراحه بخلصه مع طلبه تانيه في 3 مرات او 4 مرات، كل مره بناخد حته، بس انت ما شاء الله منك كويس، فمرتين اهو انجزناها الحمد لله. طيب المره الجايه بقى هتبقى ان شاء الله هندسه، لو الدرس ده كان مفهوم تماما، او لو في مثلا سؤالين ثلاثه واقفين ممكن نقولهم. والمره الجايه بقى عايزك الهندسه صور لي درس الهندسه الاولاني، التمرين مش الشرح، التمرين تمام بقى كله للاخر، عشان ما نقعدش كل مره نصور، صوروا بقى صوره كده كويسه مبينه رقم الصفحه ومبينه للاسئله مش متاكله، صوره بقى مش بتسرع كده، صوره حلوه بالكام سكانر كده، وبعته على الجروب بحيث نشتغل منه على طول ما نضيعش وقت في الحصه في التصوير. معايا؟ تمام مش في حاجه عايز تسال فيها يا عمر؟ لا انا قلت لك ما تتكسفش اعتبرني بابا او عمه او خاله، سيبك من مستر وكده. في حاجه عايز تسال فيها ومحرج؟ لا لا طيب ماشي، انت ما شاء الله ممتاز يعني تمام، وتوري الدرجه دي لبابا وماما عشان برضو يعرفوا ان انا ايه لما انا بقول عليك ممتاز، مش بجاملك، فعلا انت ممتاز، انت جايب فول مارك في الامتحان، مع ان الامتحان بيتكون من 10 مسائل يعني مش امتحان صغير، فكون انت ما شاء الله تجيب فيهم فول مارك فانت الحمد لله اكسلنت يعني، وذاكرت كويس يعني تمام، والهوم ورك تمام كمان ماشي. ما فيهوش ولا غلط، ساعات بس في غلطات في اشارات وانت عرفت الحته بتاع النقل دي، يعني مش غلطات جامده يعني، هي غلطه في تنقيله بس كده، فدي ما حسبتهالكش وعرفتها انت ان تبقى تاخد بالك منها بقى بعد. اوكي تمام طيب ماشي. يلا انت عرفت مواعيدنا بقى طبعا صح؟ أيوه ماشي، لا سلام. بس.